بتحد كبير وإرادة قوية عملت الحاج ربيعة صاحبة 66 سنة من ولاية عامة على حفظ آيات من كتاب الله، ولم تتوقف عند هذا الحد بل تعمل جاهدة على كتابة المصحف الشريف قول بخط يدها. نتعرف عليها مع مصطفى دحاوي والزميلة وردة أقشيش. المصحف الشريف الحاجة ربيعة صاحبة 66 سنة من ولاية عامة، لم يمنحها كبر سنها من أن تدخل مدرسة محو الأمية سنة 2009 لتستعيد عافية الحروف التي تعلمتها منذ الصغر وتحفظ آيات من كتاب الله. حفظ راني طلعت من الناس إلى الجمعة، من بعد كي شافتني المعلمة نقرا مليح ولبس عليا قالت لي تطلع البقره، قلت لهم طلع البقره، كي طلعت البقره نضرب في الاعراف اللي ماهاش تقرا ولاها اميه وماهاش باغا تقرا تقول ما عندي ما ندير القرايه، تمشي تقرا، تمشي خير لها تقرا، قال لك العلم نور والجهل ضلال. التحقت بينا في جمعيه الارشاد والاصلاح، وكان حبها للعلم وحبها للقرايه، كانت حتى من يكون عندها ظرف طارئ ولا تجي تستأذن تقول لك يا ودي كون صبت غير نتعلم غير حرف ولا نقرا غير ايه ولا ونمشي للدار. إرادة الحاجة ربيعة وعزيمتها جعلاها تصر على كتابة المصحف الشريف، فقد كتبت إلى يومنا هذا 39 حزبا بخط يدها. حبيت هالكتابة، حبيتها بزاف، ونوض نكتب في الفجر ونكتب في الليل من يرقدوا الناس باش نكتب ونعقل باش ما نغلطش في الآيات. في آناء الليل وبعد صلاة الفجر هو الوقت الذي كانت تختاره الحاجة ربيعة للكتابة، ليبقى حلمها إتمام كتابة المصحف الشريف كاملا قبل نهاية شهر رمضان الفضيل.